الفيديو ده موجه لطلاب ثانويه عامه، سواء اللي لسه مخلصين او اللي لسه داخلين السنه وحابين يعرفوا اكتر عن كليه حاسبات ومعلومات. انا احمد كمال، ناقد هواتف ذكيه ومراجع تقني وكمان طالب في كليه حاسبات ومعلومات. نزلت لكم ستوري على الانستجرام بسالكم فيها ايه الحاجات اللي انتم حابين تعرفوها عن الكليه او عن مجال الدراسه بتاعتي، وجات لي اسئله كتيره قوي، فانا رتبتها وقسمتها لنقط معينه وهتكلم معاكم وهرد على كل النقط ديت في الفيديو دوت. اول حاجه، احنا بندرس ايه في الكليه او الكليه عباره عن ايه اصلا؟ لو انت مهتم بمجال التكنولوجيا ومهتم بمجال البرمجه فهي انسب كليه ليك دلوقتي في مصر. حاسبات ومعلومات او اللي هي كليه كمبيوترز اند انفورميشن، كلمه كمبيوترز هي حاسبات، لان في ناس كتيره فاكره ان حاسبات ديت يبقى لها علاقه بالجاره او المحاسبه شويه، لكن هي بعيده كل البعد عن المجال دوت. وفي بعض الجامعات غيرت اسمها بالفعل السنه ديت لكليه حاسبات وذكاء اصطناعي. بندرس في الكليه دي كل حاجه تقريبا ليها علاقه بالكمبيوتر، سواء برمجه سواء الكترونكس سواء انترنت تكنولوجي او انفورميشن تكنولوجي، وحتى اول ترم هتاخد فيزكس. فهي دلوقتي اكتر كليه تقدر تطلع طالب فاهم في الحته دي كويس. في ناس كتيره بتقارن ما بينها وما بين قسم معين في هندسه تقريبا اسمه هندسه حاسبات. الفكره ان هندسه حاسبات على حد علمي بيكون مركزه اكتر على الهاردوير مش على السوفتوير زينا، وبما ان مجال الهاردوير مش منتشر او مش قوي قوي في مصر وعالميا حتى كمان، السوفتوير منتشر اكتر بكتير منه، فكتير منهم بعد ما بيخلصوا دراسه بيعملوا شيفت كارير وبياخدوا كورسات علشان يكونوا اقوى في البرمجه واقوى من ناحيه السوفتوير. بالتالي لو انت بتفكر ما بين القسم ده في هندسه او كليه حاسبات ومعلومات، فانا شايف ان حاسبات ومعلومات انسب اكتر شويه. هل بتكون محتاج ان انت يكون عندك خبره قبل ما تدخل الكليه؟ ده برضه سؤال من الاسئله اللي جات لي، والاجابه بتاعته ان طبعا لا، والا ما كانش هيكون اسمها كليه. قبل ما بتدخل كليه الطب مثلا انت مش بتحتاج تكون درست حاجه ليها علاقه بالطب قبل كده، فهي حاسبات ومعلومات حتى لو انت ما عندكش اي معلومه عن البرمجه بتاسسك فيها من الاول خالص. بتتعلم من اول ما بتعمل ازاي برامج بتضيف رقمين على بعض لحد ما بتعمل حاجات كومبلكس او معقده اكتر من كده، فانت مش ملزم خالص يكون عندك فكره عن اي حاجه قبل ما تدخل الكليه نفسها. اول سنه هتتعلم فيها كذا لغه برمجه او هتتعلم فيها كذا حاجه مختلفه على حسب الجامعه اللي انت فيها. في الجامعه اللي انا فيها اتعلمت البايثون والجافا سكريبت والسي اس اس والاتش تي ام ال ومتعمق في السي. وقبل ما ادخل الكليه ما كانش عندي معلومات عنها او ما كنتش مبرمج مثلا علشان اقدر اخش الكليه ديت. هي زيها زي اي كليه من الناحيه دي، بتعلمك طبعا من الصفر ومن الاول خالص. اهم حاجه هنصحك بيها لو انت بتفكر في كليه حاسبات ومعلومات، ان انت لو دخلت تكون مهتم بالمجال ده، لان حاسبات ومعلومات مش زيها زي اي كليه بتخش بتحفظ كلمتين تحطهم في الامتحان وبعد كده بتخرج تشتغل على طول. الكليه بتدي لك اساسيات تقدر تعلم انت بيها نفسك، لان الكليه معتمده جامد جدا على فكره السيلف ستادي. بيدي لك شويه معلومات او شويه حاجات مثلا تقدر تعملها باي لغه برمجه، وبعد كده في الامتحان نفسه بيطلب منك انك تعمل برنامج اول مره تشوفه او اول مره تعرف فكرته. فزي ما قلت هي بتعتمد جامد على فكره السيلف ستادي وانك تذاكر مع نفسك وتدور مع نفسك على النت كتير. والدكاتره والمعيدين عارفين الحوار دوت، فتلاقيهم دايما بيقولوا لك على المواقع اللي انت ممكن تذاكر منها او اللي ممكن تعرف عنها معلومات عن الموضوع اللي انت بتدرسه. فديت حاجه كويسه جدا في الكليه، ان هي بتساعدك اكتر ازاي تسيرش بنفسك وازاي تدور على معلومات بنفسك، لان المجال بتاع الكمبيوتر دوت ما بيخلصش ومستحيل تتعلم كل حاجه في الكليه. فاهم من انك تتعلم المعلومه نفسها انك تتعلم ازاي تدور على المعلومه ديت، ودي بصراحه اكتر حاجه انا بحبها في الكليه عندنا، ان هي بتساعدك تعمل دوت. حد برده بيسالني على الانستجرام، هي الكليه ليها علاقه بالهاك ولا لا؟ الهاك مش ماده بتتعلمها او مفيش حاجه مثلا اسمها ازاي تبقى هاكر او ازاي تخترق حاجة. الهاك او انك تخترق اي حاجة بتبقى عبارة عن انك بتكتشف ثغرة او مشكلة في البرمجة نفسها بتاعت الحاجة، فتقدر تستغلها علشان تعمل الهاك اللي انت عايزه. بالتالي لو الثغرة ديت اصلا كانت معروفة واصلا انت خدتها في الكلية، فانت مش هتلاقي الثغرة ديت علشان تصلحها انت، علشان كده هي مفيش مادة اسمها هاك، ولكنك بتتعلم كل حاجة تأهلك انك تعمل هاك. زيها زي باقي الحاجات اللي في الكلية، انت بتاخد اساسيات بس وبدائيات عنها، وبعد كده بتقدر انت تدور على النت بنفسك وقوي نفسك في النقطة اللي انت عايزها. بالنسبه لمجال الشغل بتاعك، فايا كانت المسمى اللي انت هتاخده في وظيفتك او في الشركه اللي انت هتشتغل فيها، ففي الاخر هي بتندرج تحت مفهوم المبرمج الديفلوبر او البروجرامر او التستر، او عاده زي ما هتكون مكتوبه في البطاقه بتاعتك غالبا مهندس برمجيات. الشغل بتاع الكليه دي بيكون متوفر كتير جدا لانه مجال مطلوب قوي دلوقتي عالميا وفي مصر، علشان كده بعد ما بتتخرج غالبا بتشتغل على طول، او حتى وانت في الفتره بتاعت الدراسه بتشتغل. كتير مننا بيكون في سنين الدراسه نفسها وبيكون اشتغل على نفسه ودور مع نفسه على النت، فبيبتدي يشتغل في شركات وهو لسه طالب، او على الاقل حتى بيكون بيتمرن فيها بس. وغير كده كمان ممكن حتى لما تتخرج تطلع فريلانسر او تشتغل عمل حر، بتكون ساعتها شغال مش وظيفه تقليديه او مش بتروح المكتب كل يوم من وقت لوقت معين، لكن انت بتكون بتعمل الشغل بتاعك لاي شركه ايا كانت ايه هي الشركه ديت، مقابل مبلغ معين على كل حاجه انت هتعمل. فمن ناحيه الشغل بتاعها تقريبا دوت اكتر مجال مطلوب عالميا دلوقتي. ولكن نقطه مهمه لازم تحطها في الاعتبار بتاعك، ان انا زي ما قلت ان الكليه بتعتمد جامد على السيلف ستادي، خصوصا
اصلا كمان ان في ناس كتيره ممكن بتدرس المجال دوت بدون ما تخش كليه حاسبات ومعلومات اصلا، ولو حد دخل كليه حاسبات ومعلومات وما اشتغلش على نفسه وما دورش على المعلومه بنفسه، وحد تاني ما دخلش الكليه ديت وكان بيدور على المعلومه، اللي ما دخلش الكليه في الاخر هيطلع احسن، لان هو اهم حاجه انك تقدر تدور على المعلومه بنفسك، تفضل تجدد معلوماتك، تفضل تقرا في المجال، تفضل تقوي نفسك من ناحيه البرمجه. بالتالي لو انت ما عملتش الموضوع دوت هتكون المنافسه عليك صعب شويه ومش هيكون سهل ان انت تشتغل، لان الشغل في المجال دوت تحديدا مش بمجرد شهاده الكليه وبس. شهاده الكليه ملهاش تاثير كبير زي التاثير بتاع انك تكون عارف الحاجه اللي انت بتعملها فعلا. التخصص عندنا في الكليه هيكون من سنه ثالثه دوت لو انت هتخش قسم كمبيوتر ساينس او انفورميشن سيستم او انفورميشن تكنولوجي. وبالمناسبه كمبيوتر ساينس ده مجرد قسم في الكليه، مش هو اسم الكلية كلها. وعندك اقسام تانية خاصة زي software engineering ده بتخشه من اول سنة مش بتتخصص في سنة تالتة، او medical informatics او bio informatics على حسب الكلية اللي انت فيها، وده برضو بيكون التخصص من سنة اولى على طول، وهو القسم الوحيد اللي بيقبل من علم علوم، باقي الاقسام كلها بتاخد من علم رياضة. حد بيسألني على الصعوبة بتاعت الكلية وهل محتاجة مجهود كبير مني علشان اقدر اجيب درجات فيها ولا لا. انا شخصيا شايف ان اي كلية لو انت بتحب المجال بتاعها هتكون سهلة مش هتكون صعبة عليك، او على الاقل هتكون مستمتع وانت بتدرس الحاجة اللي انت بتذاكرها دي. بس انا صراحة مش شايف حاسبات ومعلومات كلية صعبة قوي على قد ما هي كلية محتاجة تركيز معاها، بمعنى ان انت دايما عندك تسليم بروجكت او تسليم مشروع او دايما عندك كويز، دايما هيكون مطلوب منك حاجة تتسلم في الكلية. فلو انت يهمك انك تجيب جي بي اي عالي او تكون درجاتك كويسة فانت هتحتاج ان انت تركز مع الكلية شوية، اما لو انت همك انك يا دوبك تعدي فالكلية تقدر تلم المواد بتاعتها بسرعة شوية، لكن طبعا هتطلع في الاخر مبرمج مش قوي، مبرمج مش شاطر، وساعتها هيكون الشغل مش سهل بالنسبة لك. فانا شخصيا ما انصحكش انك تعمل كده بصراحه. بالنسبه لكلمه جي بي اي اللي انا قلتها فديت معناها المجموع التراكمي بتاعك، ومعظم الجامعات في مصر شغاله بالنظام دوت، تقريبا هي القاهره وعين شمس بس دلوقتي اللي مش شغالين بيه، وواحده فيهم حولت او هتحول السنه الجايه تقريبا. ايا كان نظام الساعات المعتمده انا شخصيا مبسوط بيه، لان هو بيسمح لك تختار المواد اللي انت هتدرسها بنفسك في الكليه، بيسمح لك لو انت الدرجات بتاعتك او الجي بي اي بتاعك عالي ان انت تاخد مواد اكتر، بالتالي تخلص الكليه في وقت اقل. اما الوقت الطبيعي بتاع الكليه اللي انت في المعتاد ممكن تخلص فيه هو 4 سنين. بالمناسبه موضوع ان هي 4 سنين بس ده السبب الرئيسي تقريبا اللي مخليها مش منضمه لنقابه المهندسين، لان النقابه بتشترط انك علشان تخش فيها لازم تكون درست 5 سنين. بالتالي علشان كده كليه حاسبات ومعلومات ملهاش نقابه خاصه بيها او بتاعتها هي بس. ولكن عموما انا مش شايف ان النقابه حاجه مهمه قوي، لان انا زي ما قلت ان حاسبات ومعلومات ستايل شغلها مختلف شويه، مش معتمده على الشهادات وعلى الورق وعلى النظام الحكومي التقليدي بتاعنا، على قد ما هي معتمده ان هي تدي لك الاساسيات وتعلمك ازاي تكمل عليها بحيث انك تقدر من خلال كده تطلع مبرمج شاطر. التنسيق محدش يقدر يقول لك ان هي بتاخد من كذا كل سنه، هي السنه اللي فاتت 2018 تقريبا كانت واخده من حوالي 91% او 90.5%، وبما ان عدد الطلاب اللي جايب اكتر من 90% السنه دي اعلى من السنين اللي فاتت، بالتالي التنسيق غالبا هيرفع لكل الكليات. بالتالي علشان كده حاسبات ومعلومات غالبا ممكن ترفع شويه في سنه 2019. وزي ما قلت قبل كده هي بتقبل من علم رياضه بس، ما عدا قسم واحد فيها بيقبل من علم علوم. القسم دوت بيركز اكتر على الربط ما بين الناحيه الطبيه وما بين ناحيه الاجهزه او البرمجه، على عكس باقي الاقسام كلها بتاخد بدون استثناء من علم رياضه. الفيديو دوت انا ههتم جدا ان انا اتابع كل الكومنتات بتاعتكم وارد على اي سؤال متعلق بحاسبات ومعلومات، فلو انت يهمك انك تعرف اي حاجه عن الكليه سيب السؤال بتاعك في الكومنتات وانا هحاول اوضح لك الموضوع على قد ما اقدر. لو انت مهتم بمجال التكنولوجيا عموما فاعمل سبسكرايب لقناه اليوتيوب بتاعتي علشان مركز على النقطه ديت. وكالمعتاد كان معاكم احمد كمال من AK Review، استنيني في الفيديو الجاي.